لا ما طولت قبل، هسه جيت فولت الحمد لله. لا الحمد لله ماكو شيء، الوضع حلو طيب، ماكو شيء، امان ان شاء الله والحمد لله. الوقود لا لا الحمد لله ماكو اي ازمه، اي ازمه ماكو. اي جيت طبقت وفولت بنزين قبل، والناس يعني ماكو اي حركه طبيعيه. والله ما طولت دقيقة واحدة، قبل راس انا البوزر فارغ وجيت قبل فولت، والله ماكو أي أزمة، الوقود متوفر بصورة صحيحة. والله أستاذ هسه مثل ما تفضلت هذا الخريج هسه دخل قدامك المحطة، والبوزرات هسه كل بوزر يمو سيارة واحدة، وما قاعد تطول أكثر من ثلاث ثواني، يفول المواطن ويطلع. مثل جينا احنا هيك حالات ما شاء الله بدينا احنا جاي نفول، جاي شوف أنت بعيونك. والله أنا ما شفت أزمة لحد الآن، يعني بنزين متوفر يعني بهالمحطة معك. الغاز انه الوكلاء دا يعني يزودون السعر، يعني مثلا هسه القنينه كانت ب 7000 هسه قام بها ب 9 وب 10، يعني ما اعرف.